في حفل حضره الأساتذة وأولياء الأمور، احتفلت كلية الآداب في جامعة جدابية بتخريج دفعة من طلابها في قسم الجغرافيا والتاريخ بحضور رئيس جامعة جدابية الدكتور موسى المقريف والكاتب العام بالجامعة الأستاذ فرج العريبي. في هذا اليوم المبارك تشارك رئاسة جامعة جدابية خريجي قسم التاريخ والجغرافيا، الذي طبعا واجب من الجامعة مشاركة أفراحهم ومشاركة أفراح أسرهم. وفي هذا اليوم وفي هذا اليوم البهيج من خرجين احتفال بهم، احتفال بفرحتهم، احتفال بحصولهم على ليسانس في التاريخ والجغرافيا، اللي نسأل الله القدير التوفيق لهم، وإن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله تعالى باسم مجلس الجامعة نحيي كل خرجي جامعة جدابية، وإن شاء الله أتمنى لهم المستقبل أفضل. الحفل تخلله العديد من الكلمات والفقرات الشعرية والغنائية، إضافة إلى كلمات الثناء والشكر من الطلبة، تقديرا لجهود أولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. هني كل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جدابية كلية الآداب قسم التاريخ وقسم الجغرافيا، ونهني عائلتي بوقفتهم معايا ورفاقتي وأصحابي، ونهني الحضور على حضورهم الكريم، وإن شاء الله نكونوا ديما فرحانين، وإن شاء الله يا ربي يهني البلاد ويصلح العباد. من ناحية المجهودات الذاتية منا نحن، المجهودات المادية كلنا طلبة كلنا اشتركنا مع بعضنا، وتمت الحمد لله على خير، وشكر للأساتذة الأفاضلة اللي جو والناس والمعازيم، وشكر واحترام لكل الأسرة متاعتي، وبالأخص أمي اللي أكثر بني آدم تعبت معايا. جامعة جدابية بدأت بفتح أبوابها للطلبة في العام 2000 تحت اسم جامعة الأقسام بعدد من الكليات، ومن بعدها تطورت بعد الجهود التي كانت تهدف لترسيخ العلم والمعرفة في المدينة وخارجها.